بعدين عن معانا صوت. ايه ده؟ انا عارفه ايه ده بقى. هبا اسمه ايه بقى؟ اسمه راكت. تعرف ان هو اسمه راكت؟ ايوه برافو عليك، هو بالانجلش كده، لكن احنا بنقوله دلوقتي بالعربي صاروخ. ليه بقى جبت دي بحرف ايه؟ صاروخ. صاروخ، الله اسم حلو قوي. يبدا بحرف ايه بقى؟ صاصا، يبقى حرف الصاد. برافو يا خوخة، شاطره جدا جدا جدا. تفتكري يا خوخة بقى معانا حرف الصاد بنكتبه ازاي؟ تعرفي؟ انا ممكن اشوفه. طيب وهعرف اتعلم وهحاول. حاولي يا خوخة. زي السين كده، بس بدل ما يكون فيها ثلاث سنين بنقفل بسلمة واحدة بس. برافو عليك يا خوخة، بس ممكن دلوقتي نكتبه مع بعض على الهوا. ايه ده؟ تعرفي بيتكتب ازاي؟ ازاي نكتبه على الهوا؟ يعني ايه نكتبه على الهوا؟ انا مش معايا القلم ولا البورد. احنا هنحاول نكتبه على الهوا، ولما نتعلم هنكتبه على البورد. يلا بينا. يلا اطلع فوق اعمل اوبا، سلمة واحدة اطلع فوق اعمل اوبا، امشي اقفلها، امشي اقفلها، اطلع سلمة صغيرة، اطلع سلمة صغيرة، وطبق كبير تحت السطر، وطبق كبير تحت السطر. شاطرة يا خوخة، انا هقابلك ساحة كبيرة جدا جدا جدا. شاطرة شاطرة شاطرة. يلا نكتبه مرة كمان. ايوه حلوة قوي، برافو. يلا نكتبه كمان مرة على الهواء. يلا بينا. اطلع فوق اعمل اوبا، اطلع فوق واعمل اوبا. انا بعمل معاك على فكرة. ايوه انا شاطرة بعملها. برافو عليكي. بعد ما بنطلع فوق نعمل اوبا، امشي اقفلها، امشي اقفلها، طبق صغير، اطلع سنة صغيرة، اطلع سنة صغيرة، وانزل طبق كبير تحت السطر، وانزل طبق كبير تحت السطر. خلي بالك الحرف ده هيجي عندك، خلي بالك. لا معلش انا هبعد عنك اهو، مش هاجي جنبك. قولي 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 قولي. انا اللي عاملاه. شاطرة يا خوخة، برافو. تيجي كمان يا خوخة ناخد حركات حرف الصاد. ايه ده؟ هو حرف الصاد ليه حركات؟ بيتحرك زينا يعني؟ ايوه يا خوخة، ليه اصوات كتيرة قوي لما بنحط عليه حركة الفتح والكسر والضم والسكون، زي ما بنعملهم مع كل حرف. يا خوخة ركزي معايا، انت نمتي ولا ايه؟ نمت شوية، انا بنسى على فكرة، مش عارفة ليه كل شوية بنسى. لا يا خوخة ما ينفعش، لازم نصحصح شوية. خلاص انا فوقت اهو. شاطرة يا خوخة. يلا هنقول حرف الصاد لما بنحط عليه خوخة الفتحة صوته بيكون ايه؟ يعني بنفتح بقنا. بنفتح بقنا. يعني اقول صا. برافو. صاد فتحة صا. صمخ فتحة صا. صمخ. برافو يا خوخة. يلا قولي بقى مرة كمان لوحدك. حاضر حاضر. صاد فتحة صا. صمخ. طيب تيجي نشوف الحركة التانية. أيوة ثواني، أنا دي افتكرتها الحركة. إيه بقى اللي فوق دي الصغنطوطة اللي بنحطها؟ حركة إيه دي؟ دي الضم. برافو عليكي. صاد ضمة صو. صاد ضمة صو، يعني ضم بقي قوي كده. برافو عليكي يا خوخة. صاد ضمة صو صندوق. صاد ضمة صو صندوق. برافو يا خوخة. تيجي نشوف الحركة اللي بعدين. ايوه انا افتكرتها على فكرة. عشان ايه بقى اللي بتبقى من تحت دي؟ عندنا ثلاث حركات افتكرتهم الحمد لله. هما ثلاثة يا خوخة حركات؟ ايه ده ايه ده؟ انا نسيت نسيت تاني. أربعة أربعة. شاطرة يا خوخة، برافو. خليك كده صحي على طول، هما أربعة. ايه بقى الحركة اللي بنحطها من تحت الشورت الصغيرة اللي من تحت دي اسمها ايه؟ حركة الكسر. شاطرة يا خوخة. لما بنحط على حرف الصاد الكسر بيبقى صوته سي. شاطرة يا خوخة. صاد كسرة سي
شاء الله انا هعرف، انا شطور قوي. طيب يا خوخه قولي لي، حرف الصاد لما بحط عليه حركه الضم بيبقى صوته ايه؟ ضم يعني دم.